قبل بداية مقطعنا جايب لكم متجر YZL يوفر لكم قسم خاص بأديات فيها سكنات وألعاب مثل ما تشوفوا قدامكم، سكنات فورتنايت بالإضافة فيها ألعاب بتكون في السوني، في أديات ألعاب فقط ألعاب فيها مثل فيفا 21 وبلاك أوبس والمصارعة وأوفر واتش، وهي باقي الألعاب قدامكم. طبعا شباب طرق الدفع راح تكون مثل ما تشوفوا قدامكم، أبل باي وفيزا ومدى، وبس طبعا بحط لكم رابط متجر YZL في الوصف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا مقطع اليوم راح يكون احلام نومة العصر، الجزء بعرفش يمكن جزء الف اللي نعمله بالقناة، بس راح يكون على اعلانات السيزون السادس اللي الناس عملوا. بالاضافة بنهاية المقطع راح يكون في تحريات المتابعين، انتوا تحريات كتبتوا ليها بالتعليقات بمقطعنا السابق، واجا الوقت اللي نتكلم عن تحرياتكم بطريقتكم انتوا. طبعا قبل ما ندخل المقطع اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم مقطع لايك لانه اللايك جدا مهم، يساعد بنشر المقطع بشكل احسن من نفس اليوتيوب. واهم شيء طبعا لا تنسوا كود رايدوم شوب، انا نسيته، وايزد وايزد اتي، استخدموه او احفظوه وربي يساعدكم على كل شيء. طبعا بالاول راح نبلش يا شباب بالاعلانات اللي الناس صمموها. طبعا اول مره بصراحه اشوف كميه اعلانات، يعني انا متعود كل موسم في شخص او شخصين يسووا اعلان لحدث موسم او اعلان للموسم القادم، بس يكون شغل حلو. يعني تذكروا مقاطع سابقه كنت احكي لكم مثلا هذا اعلان شخص صممه ويكون الاعلان حلو، لكن هذا الموسم اختلف كليا، في ناس كثار نزلوا على الساحه ويا ريت ما نزلوا. وانا احلام نومة العصر اسبوريكم كل شيء. هذا اول واحد يضحك، شايفين عنوان مش شايفين الفيس كام، اعلان السيزون 9. طب احنا وين السيزون 9؟ شابتر 2 سيزون 9، يعني احنا ندخل على السيزون السادس، المفروض يكون اعلان للسادس، هذا كاتب سيزون 9. التعليقات طيب خلينا نشوف اعلان السيزون التاسع اللي يقول عنه. الكرة بتنفجر. اوف ستيف، بس شكله القديم مو ستيف ابو البدله. طيب شو الوضع؟ اوضح ايش هيك شباب، بس مو عارف شو قاعد تطبخ انت نار، ايش بصير؟ ماشي افكتات، قلبنا رسومات. ها الموسيقى الحلوه بتاعت حدث النهايه ذا اند. سكن دمي هاي ايده. هلا بالفضائيين يا ولد، نروح على الفضاء، وي ليتس جو تو فضاء يا ولد، قهرتنا. اوه هولي شيت، اجوا الفضائيين، نزلوا الفضائيين عنا. ارعبوا ارعبوا. لا وكاتب سيزون 9، يعني جد قاصد السيزون التاسع. يا ابوي احنا وين السيزون 9؟ فضائيين نزلت لنا. يلا مش مشكله بلا لايك. بس اللي بعده شباب مسوي لك اعلان للسيزون السادس. طبعا بالاول كان حاط اشياء يعني اشتركوا بقناته واشياء هاي، خلينا ندخل على تفاصيل الاعلان على طول. اوضح اشياء 720 تررن 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 وات. راس الالي يضحك. تعبان اللي ماشي اللي عامله تعبان، وممكن سارقه. ايوه دخلنا بالزمن واللوب الحلقة. هذا مسروق، هذا مسروق الجزء لاني شايفه قبل بداية سيزون 5. اوريكم وين شايفه هسه القارب، يعني الحركة كلها الشخص عملها قبل بداية سيزون 5 على اساس انه اعلان السيزون 5 كان. هذا حاطه للسادس اتوقع شفتوه. اوكي وات ستيفين، ستيف القديم والجديد. ايش لقم؟ ايش دقيقه بدي اشوف ايش لقم على وجهه. نبطئ السرعه، ركزوا ركزوا. لقم شست على وجهه. اللي بعده هذا جد عن جد احلام نومة العصر. تمام اسم الفيديو شباب فورتنايت اكس جوراسيك وورد، اللي هي جوراسيك وورد اي سلسله افلام شهيره بتكون بعالم الديناصورات، اتوقع تعرفوها. فبقول لك العرض الرسمي للسيزون السادس مقترح طبعا
اكيد مقترح يعني هو مصمم، راح يكون في ديناصورات. ركزوا معي بالاحلام واستمتعوا باحلام نومة العصر. 3 2 عنكبوت. بفسر لكم انا. هلا هذا اللي يتعب على التصميم، يعني السكن نفسه يقدر يعمل حركات وجهه زي ما بده هو، يخليه ينام يصحى. هذا هون في شغل متعب. مو تفوت على البليد وخذ السكن ويركض وتقول لي اعلان. شوف شوف كيف مظبط الديناصورات. اوكي عارف انه مونتاج بس اوكي جرين سكرين يعني، بس فكره حلوه ترى لو تصير هذا الشيء. اوه لقم شكل وجهه من الديناصور او سحبه داخل الكره البولر هاي ولا البلر انحذفت. شو رايكم؟ والله حلو فكرة الديناصورات. تخيل تصير باللعبة كبار واحجام، يصير في غابة فيها ديناصورات وممكن الديناصور يدعس عليك يموتك انت وشطارتك. والله فكرة حلوة ترى، يعني مو اشي صعب، فجد يستاهل لايك لانه فكرة حلوة. اللي بعده شباب بقول لك اعلان السيزون السادس، يلا نروح نشوف. اوف هذا البيت موجود باسكن بانكيك الشخصية. هلا ابو شوارب كيك سكن كيك له شنب. عيونه زي الانمي، كرة صار لون اخضر. اوف اوف قبل يجيب لك انه الصاروخ هذا قصه وحطه هون. اوضح اشي طبعا هذا. البيت مدمر شكله عامله بالكريتف او في لنا بالقصه. ايوه ايوه هذا الصح. زوم خليت الزومبي هاي انه راح يرجع الزومبي بالسيزون السادس. انت قال عالم زومبي ولا الزومبي راح يرجعوا عنهم مش عارفين. نعطيك جود. اللي بعده طبعا اوليته كان يقول حطوا لايك كومنت تعرف حركات هاي. نبدا بالشيء المهم. واتس هابند. هلا كلهم جداد للسيف قديم. موسيقى نار. ليتس جو. مدينة قديمة هاي. دقيقة. اوف اوف. معمول على الكريتف هاب. انه هيك الماب راح يكون في السيزون السادس. اجزاء منها صحراء وغابة وجليد. مو عارف كيف رايكم؟ تخيل هذا ليش يصير؟ ماب كلها مي؟ لا ما ينفع. ذكرنا بسيزون اكوامان كان كل الارض مي. شوف الماب كيف بولر بيك والاشياء هاي، شوي من البارادايس وشوي من الغابات. ابلع لايك يا عمي. ايه اخر واحد انا مسوي باتل باس. بقول لك شو الباتل باس راح يكون. انا هذا مقطع ضحكني بصراحه. تعالوا تعالوا تعالوا. بانر قال لون مش اشي مميز يعني. بيكاكس اتوقع موجود في اللعبه. بي بوكس اوه لون جديد كمان مصمم له انت. اتوقع جايبه من لعبه ثانيه وحاطه هون بي ان جي ماخذ. شايفين كيف حدود الصوره؟ يعني ما بدي اقول غير انه خلص الله يعطيك العافيه. وحاصل موجودات في اللعبه من اول مو عارف ليش، بس في شيء حلو بنهايته. يا عمي هذا شلون تجيب سكنات انت؟ موسيقى فريدي هاي كان تسوي تعاقد مع اللعبه ولغوا الفكره فورتنايت اساس انه هذا سكن راح يكون ثاني من نفس اللعبه. يا يلا 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 سبايدر مان. جد حرام جيبوا لنا سكن سبايدر مان، المفروض يجيبوا لنا اياه والله. تخيل يكون سكن السر للموسم السادس، اقسم بالله راح يكون شي نار. يلا ماشي يعطيك العافيه طولنا عندك. فاخذت بعض التعليقات خلينا نستعرضها. اول تعليق يا شباب راح احاول السبعه يرجعوا بعض المدن من الشابتر الاول بس دخلت الشابتر الثالث. يعني هو قصده انه الموسم السادس راح يكون بدايه الشابتر الثالث. لا لا انا اتوقع انه كل شابتر يكون 10 مواسم، يعني تمشي 10 مواسم ندخل شابتر جديد. بس ممكن انه خريطة السيزون السادس يجيبوا بعض المدن الاضافية غير تلتد وفلاش فاكتور، ممكن يجيبوا المدينة الصينية وبعض المدن الاخرى من الشابتر الاول يحطوها بالشابتر الثاني بطريقة ما بعرف كيف. التعليق اللي بعده مستحيل نرجع للماب القديم لانه كل الحاجات اللي حتحصل في الماب حيقدر يطبقوها في الماب القديم، ودونالد ماستر قال كده بنفسه. مظبوط كلامك. ايش قصده شباب؟ انه مستحيل نرجع للماب الاول. ليش؟ لانه الماب الاول ممنوع للسباحة وما في صيد وما في انك تقدر تحمل السكن على ظهرك. ما اتوقع الحركه ممكن يفعلوها بالماب الاول عادي، ممكن حركه المياه تاثر.
لانه المياه في الشابتر 2 معموله على اساس انك تقدر تسبح، بينما الخريطه الاولى معموله انك ما تقدر تسبح لانه ما في بنص الخريطه مياه حواليها يعني. فممكن اذا رجعوا خريطه الشابتر الاول ممكن يعدلوها، يقسموها اقسام من النص هيك، حطوا فيها شلالات وبحر حتى يقدروا يفعلوا خاصيه انك تسبح ويصير في بحر. اللي بعديه شباب نظريته انه الماب القديم ما يرجع، ومن الممكن انه يعمل نصف الماب قديم ونصف الثاني من الماب اللي احنا فيه يعني. ممكن ترجع آلة شراء الاسلحة في ممكن ترى انه يحطوا نص ماب قديم نص ماب جديد، بس في تعديلات راح تصير اكيد عشان البحر يحطوه بالنص والشلالات. اللي بعده بقول لك تحريات انه راح تفوت في الشابتر الثالث ويكون سكنات منوى بجداد ويكون في ابطال اكثر. اتمنى تشوف تعليقي. حكيت لكم شباب ما اتوقع ندخل شابتر 3 قبل نهايه الموسم العاشر، قلت لكم 10 مواسم ينتهي شابتر، مو 6 مواسم ينتهي شابتر. اللي بعده ستيف لبس خاتم لما كان مع الريفت، ممكن متجوز بنت مايدس، انسالي وضع الفالنتاين مثل عليك. طريق اللي بعده تحرياتي ان الربطه الحمراء على ايد ستيف اللي حكيت لكم عنها بالمقطع السابق تدل على ستيف القديم، وستيف القديم يدل على الشابتر الاول، نفس ما حكيت المقطع اللي قبل، بس ما اتوقع الشابتر الاول يرجع لانه في مثل البحر والصيد والاشياء هاي مو موجوده في الشابتر الاول، ممكن ياخذوا منهم بعض المدن. اعتقد انه احنا حنرجع بالزمن بس مش للشابتر 1 اوكي، وبنروح لورا بنعود لعصر الديناصورات. شفت التسريبات عند واحد هذا شكله شايف فيديو الديناصورات اللي وريتكم اياه، هذا صوت المعرقه السكن الديفولت. شلون عرفت في السيف ذا وورد موجوده؟ قصد شباب الصوت اللي قدامكم اسمعوه. هاي البنت سالتكم المقطع اللي قبل ممكن تكون تركوا هاي رئيسه سكن ستيف، بس مين ممكن تكون؟ في مسربين حكوا ممكن تكون بنت مايدس، بس هو يقول انه هي راح تكون سكن الكوماندو الموجود في السيف ذا وورد، نفس صوتها بالانجلش لما تسمعوا الاعلان بالانجلش نفس صوتها. فممكن. وبس هاي التعليقات كانت اليوم اللي حسيتها شوي ملفتة، وفي تعليقات مكررة نفس الاشي عن صوت بنت مايدس، فعلى الاغلب يبدو انها هي الكوماندو لنفس صوتها بالانجلش ونفس صوتها لما كلمت ستيف. وبس شباب يكون وصلنا لنهاية مقطعنا، فاتمنى المقطع يكون عجبكم، واذا عجبكم انشروه بكل مكان، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، واكتبوا لي بالتعليقات افكار حابين نسويها في المقاطع القادمة، وطبعا لا تنسوا كود رايتم شوب وازد وازد دي تي، اهمش اللايك، اضغط لايك وبتحل كل المشاكل. وبس شباب ربي يسعدكم مع كل شيء، مع السلامة.